ماجستير الذي جهودا يعني صارت في التنميه والجامعه الطيبه يعني خاصه الدكتور ماجد الدكتور بلال. وشكرا للدكتور حسام كمان طبعا اللي هو بيشتغل الموضوع الاطفال. انا ما حطول عليك وانا كنت كثير صغير يعني ومن الالم للالم. نحن كلنا بنعرف شو الوضع الصحي بشي بحمص. الوضع الصحي بحمص يا جماعه اسوء مما تتخيلوا واسوء من انه الكلمات تعبر عنه. يعني وضع سيء لابعد حدود. حمص كل عيني على مشفيين او ذاتي فقط لا غير. وحتى المشفيين ذاتي اللي عم يشتغلوا مني عم يشتغلوا في امكانيات محدوده تماما بالفول كاباسيتي تبعهم. حمص المحاصرة من فترة طويلة يعني ما عم نقدر نسوي شيء في الموضوع. الوضع سيء جدا سيء. طبعا الريف كل منطقة عم تشتغل لحالها. اللي بيقدروا يفوتوا بفوتوا، اللي مرة بتصيب مرة بتخيب. الأمور يعني مانا مضبوطة كما يجي. أنا بس حابب أحكي كلمة على موضوع اللجنة الدولية الطبية تبع حمص واللي هي صار لها تقريبا شيء سنه هلا طبعا الامور كانت من اول الشباب كلهم كانوا عم يشتغلوا والعمل الاغاثه الطبي كان بيبلش من قبل السنه طبعا من بدايه الثوره ولكن خلال تقريبا من سنه او سنه وشوي اجتمعت مجموعه من الاطباء اللي هي ممثلي لعده جمعيات وقررنا من نشكل شيء اسمه لجنه حمص طبيه دوليه واللي هي فقط عبارة عن تضافر الجهود ونحاول إنه نصب هالأمور هاي كلها بخانة وحدة أكثر مع كل واحد يعرف شخص بيعرفه وهذا بيعرف شخص بيعرفه. الإمكانيات ضعيفة فوقت اللي بنوحد جهود ونحن ساعتها بتكون الغلط كم أكثر كثير يعني مفيد للعالم اللي على الأرض أكثر. فنحن في لجنة مؤلفة من ممثلين عن الجمعية الطبية بالسعودية بالخليج السيما عن السانس في السير الريف الهاند ان هاند الاس بي ام اس يعني هي عبارة عن مجموعة جمعيات عم نتواصل مباشرة مع المكتب الصحي بحمص واللي هن عادة بيعملوا لنا فيدباك عن الحاجيات الطبية. طبعا نحن ما نقدر نغطي حمص كلها مشان ما حدا يكون يفكر انه نحن مغطين حمص ولكن نغطي الشيء اللي نقدر عليه وحسب امكانياتنا الماديه واللوجستيكيه طبعا. فالتواصل هو بشكل دائم طبعا كل اسبوع او اسبوعين في عندنا اجتماع معهم على سكايب. نحن حوالي 10 اشخاص وصار مثل نوع من الاعتماد على المكتب الصحي انه اخي نحاول نوحد الطلبات عن طريق الجمعية حتى ما يضل في تشديد للجهود كلياتها. أنا الدكتور حسام شفته من اجتمعنا كنا بتركيا وحكينا مع بعض وصار في نوع تنسيق كان ساعته بالمراحل البدائية بس بتمنى بهالجلسة هاي إنه تكون الأمور يعني تتحسن. الريف ما قدرنا يعني نوصل له حتى كلجنة ما قدرنا نوصل لموضوع الريف مضبوط. المشكلة الأساسي بالريف هو مشكلة لوجستيكية لأنه جماعة حمص ممكن أنا وصل مساعدات لريف حمص أهون ما أن واحد من قلب حمص يوصل مساعدات لريف حمص. فهاي مشكلة يعني نحن ما لنا مقطعين الريف مضبوط فيها وحاولنا أكثر من آلية يعني دكتور صفوان، دكتور منير، دكتور طلعت، كل واحد حسب اللي بيعرفه من الشباب حاولنا نتواصل معهم، نحاول نوجد آلية، الحقيقة أكثر من آلية فشلت بالأخير. حاولنا الدكتور سمير كمان كل جهدنا، حاولنا إنه قررنا إنه تكون مساعدة عن طريق اللجنة لكل منطقة حسب ما بتجينا الطلبات من عندها. برجع بكرر نحن مانا مغطايين حمص كلها ولانا مغطايين المحافظة كلها. ولكن اذا في مجال ان نوحد جهودنا كلها مع بعض اللجنه مفتوحه للي بحب انه يتواصل معنا. في لنا ويب سايت في فيسبوك وبنفس الوقت بنحاول يعني نحن نتواصل مع الدكتور حسام ونوحد الجهود بيناتنا. يا جماعه الوضع الصحي الحاجه الطبيه هي باهميه الحاجه العسكريه وانت ما بنحكي بالعسكر هون.
ولكن الوضع الصحي للمقاتل ما بيطلع بالقتل زي ما بيعرف انه في حدا بيعالجه بعدين اذا انصاب. فالوضع الصحي بيمشي بالتساوي مع الوضع العسكري يعني هيك وهيك، فما حدا يستهين. انا متاكد انه بظل الحصار موجود على حمص، ولو بيكون اول هيك بعشر مرات ما في شخص بيموت من الجوع، لانه نحن شعب متعودين ان اللي بيكلنا نعطيه لجارنا. اما ممكن واحد يموت لانه ما هلا حدا يداويه، ممكن واحد يموت لانه ما في كثير امراض مزمنه، ممكن واحد يموت لانه ما عمل له دواء للضغط ودواء للسكري ودواء للقلب، والليسته طويله ما بتطول عليك. ولكن الدعم الطبي مثل الدعم العسكري في حال حقيقه بدنا نساعد اهلنا بحمص ونفكر في صار عليهم. انا هاي كنت رسلت هون، والله يعطيكم العافيه جميعا.